مرحبا بكم، كي دايرين منورين؟ كي دايرين منورات؟ واش لاباس عليكم؟ ان شاء الله حياتكم في امن وامان يا رب العالمين. مرحبا 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 بإلهام، مرحبا بكم. انا في اتم صحة وبخير والحمد لله، وفي طاقة عالية، وشكرا لكم والأسئلة ديالكم، وأنني خبرت ما خبرت أنا خدامة كنوجد لكم شي حوايج قريبين يوجدوا الأسبوع الجاي إن شاء الله. توحشتك أنا مريمة حبيبتي، إيمان شكرا لكم، شكرا للحب ديالكم، انا معاكم، انا توحشتكم، ابتسام، كيرا الامور ديالكم، ان شاء الله حياتكم في امن وامان يا رب العالمين، والناس اللي دايرين بكم، العائله ديالكم الصغار، انتم في امان باذن الرحمن، وفي صحه عاليه باذن الرحمن. حبيبتي دونك سولوا فيا بزاف الناس، قالك حقا مرضت؟ انا ما مرضتش الحمد لله، انا في صحه وطاقه عاليه باذن الرحمن. دونك هادشي علاش خرجت هاد اللايف، باش ناكد لكم بانني بخير وبانني الحمد لله وبانني خدامه، انا والفريق ديالي خدامين. وجيت نقول لكم بان الكتاب سالا الحمد لله. غادي توصلوا به عن قريب، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي تلقاوه في الموقع. كاين مفاجات كثيره كثيره، غير اللي ما دخلش عندنا الموقع يدخل يسجل الاسم ديالو. تقدروا تمشيوا الموقع ديال أكاديمية النور بحال الموقع ديال مريم لازم أكاديمي بجوجهم، ياك؟ دونك عافاكم دخلوا وخليوا الإيميلات ديالكم باش تكونوا أول الناس اللي وصلهم المعلومات كاملين، كساسوا ديال الكتاب وكساسوا حاجة زوينة جاية، المهم كلشي وجد، كلشي وجد، راحنا غير في خدمة 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 خدمة. رحاب ممكن تواصلي، نعم إن شاء الله ممكن تواصلي مع الفريق. حبيبتي حفيدة، حبيبتي شكرا ليلى حبيبتي، شكرا شكرا شكرا. المهم اللي ما مقيدينش عندنا في المواقع بجوج، موقع بجوج لا ديال المغرب بالنور، راه هو ان شاء الله قريب يتحل، راه محلول هو صراحه يدخل له اي واحد. خليوا الايميلات ديالكم باش يوصلكم اخر الاخبار ان شاء الله. رحنا خدامين 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 على بزاف الحوايج. الحمد لله، تانا كنبغيكم بزاف، شكرا حبيبتي نورا. تانا راه تنفكر فيكم، راه يوميا الخدمه، يوميا الناس عندهم الكوفينمون ومرتاحين في الديور، وحنا الخدمه الخدمه، انا والفريق كاين غير الخدمه ما كاينش. ليليا ممكن تواصلي مع الفريق حبيبتي عن طريق الايميل. حبيبتي ملوكه حبيبتي، الله يبارك فيك، ليك مبروك عواشرك. كاين لي اول لايف ليه معايا حبيبتي عزيزه، حبيبتي شكرا. نتوما انا توحشتكم بزاف، انا ما بقيتش نتلاقى معكم في الدورات، ما بقيتش نتلاقى معكم في حصص العلاج غير عن بعد، دونك انا توحشتكم كثير بزاف. كيسكو فوم كونسيي ا سو مومون دو كونفينمون حبيبتي؟ رجعي لاخر فيديو، راه كان عميق بزاف 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 بزاف، ورجعي للتليجرام. التليجرام راه يوميا، راني تقريبا يوميا تقريبا تقريبا يوميا وانا معكم في الاوديوات، كنقول لكم شنو ديروا في هذا الكونفينمون ان شاء الله. ماشي باش نقول لكم تنظيم اولا ترتيب لحياتكم، لا ما عنديش الحق، ما عنديش الحق ننظم لكم حياتكم، بالعكس غير انا كنلعب على الجانب النفسي والطاقي باذن الرحمن. فالكوفين مخليكم عاليين في الطاقه الايجابيه، تفرجوا في شي حاجه زوينه، هضروا مع ناس زوينين، خليوا الطاقه عاليه، خليوا الطاقه عاليه، خليوا الطاقه، ومشغلكمش في الاخبار، ما تدخلوش وقتكم في الاخبار، يقولوا 5G، يقولوا دي جي، يقولوا ما عرفتش شنو غيوقع، مشغلكمش في الاخبار، ديروا راسكم بحال الاخبار ما كاينينش، حيت اللي بغيتو نتوما تعيشوه هو اللي غتعيشوه. حبيبتي نجات اول مره كتحضري اللايف، مرحبا بك.
تيليجرام نور على نور، وغتلقاي في المواقع كامله، في كل شيء الفريق كله كتبوا في المواقع كامله. هاهاها قلتك في الحجر كنسى إينا نهار، أنا ميمكنليش ننسى حيت عندي مواعيد وعندي التزامات، دوك ما كنساش إينا نهار، ماشي مشكل غير نسى إينا نهار، ماشي مشكل، ارتاحوا مع راسكم. الموقع اللي كنخلي فيه الأوديات يوميا هو التليجرام. فعلا حبيبتي نوال، حيدوا عليكم داك التخربيق، حيدوا عليكم داك الشيء في المواقع، حيدوا عليكم يوم القيامة غتقوم الروينة والدنيا، خليكم غير الطاقة العالية الزوينة مع التواصل مع الرحمن صافي. مرحبا بأمل أول مرة من فرنسا. أول خطوة للدخول للنور، نعرف بأن كاين النور نعرف بأن كاين النور، وأنني كنت فاقدة، وأنني كنت في جهل، وكنت في ظلمة، نعرف ونوعى بأنني كنت في ظلمة. أنا كنبغيكم بزاف، وقراية قراية إلا بغيتو تدخلوا لطريق النور، قراية قراية ماشي الفيديوهات، قراية كتوبة كتوبة يتقراو. حاولوا تاخذوهم اليوم، حيت انا كنت كنمنعكم انكم تاخذوهم بالفابور، انكم تسرقوهم لمونيهم في الانترنت، ولكن اليوم ما عندناش كيفاش نديروا نخلصوهم، اولا كيفاش نديروا من بعد يجيو لعندنا بالبوسطه. دونك ممكن تاخذوهم بالانترنت، بيتمنى تسالي ان شاء الله هاد لافاك. هنا ميساج تيليجرام، انا جاني، انا ما جاني والو، انا ما فيا لا كوفيد لا والو، جايجيني كوفيد نابونا الا جاني غنخرج نقولها لكم شنو الطاقه ديالو علي، غتجي شي حاجه، وحتى ولا جات غادي يكون رسول. ايه ومن بعد راه شحال من الكليان ديالي عندها هي وعند راجلها وعند ولادها، وانا متبعاهم عن بعد دابا بالتليفونات وداك الشيء، والحمد لله ما كيموت حد، راه غير كي الاخبار كيخلعوا. وحاله خصك تعرف واحد القضيه، راه يوميا كاين الموت، يوميا الناس كيموتوا بامراض ما كنعرفوهمش، ويوميا الناس كيموتوا حاليا دابا بامراض كيحسبوهم على كوفيد 19. المهم باش يكثروا باش يغونفليو العاده هادو يخلعوكم، ماشي ما كاينش هذاك المرض، كاين اتونسيون، غير داك البروباغندا اللي وراء الميديا هي اللي راكم مخلوعين بها. الوغ ما اش من كتاب عافاك، عارفيني الناس ما كنعطيش انا الكتابه، الكتاب هو اللي غيجي لعندك قلبي، وغادي يجي لعندك الكتاب المناسب. مرحبا بعماد معايا المنورين من خنيفره، مرحبا بعماد. اللي بغاتني نهضر لها على البعد الخامس، كنت عارفي دابا البعد اللي انت فيه، بعدا باش نهضر لك على واحد اخر، سيري البعد الثالث وعرفي شنو فيه، وعرفي المدار ديالو، وعرفي شنو كاين فيه، وعاد انتقلي للبعد الخامس. حتى حنا حبيبتي ليلى، حتى حنا حبيبتي في هولندا كندرسوا للناس، حتى حنا حبيبتي كندرسوا للناس في الدار، حتى حنايا حتى حنا متبعين وليداتنا كل شيء، ماشي مشكل نكونوا هاد الايام نقراو مع وليداتنا، ماشي مشكل يحاولوا. ها المشرفة دري هي معايا في اللايف، هي عطاتكم المواقع كامله، بركوا عليهم ها ما تلقاهم كاملين ديال النور وكلشي. يزيني ياك حبيبتي اوبتيسيان، خلي جا اوبتيسيان سي سا حبيبتي، الله يزيني ياك كما كتشوفين انا انعكاس ليك حبيبتي. وكل ما حبيبتي الناس المهم الناس قالوا لك شي، ناس قالوا لك درت العمليه التجميل ومشيت ما عرفت شنو درت وما عرفت شي، النهار اللي غنديروا ما نخرج نقولها لكم ما تخافوش انا عندي عادي، حيت ما كنحشمت حتى شي حاجه، ما كنخاف حتى شي حاجه، ولكن كل ما بنادم صفق قلبه من ناحيه الناس ومن ناحيه الارض، وما بقى هاز ما كيكره حد، ما كيحسد على حد، ما كنقولوا من غير من حد ما حتى حاجه، كتبان في الوجه الحمد لله. والمكياج مرحبا الناس يسلا، الكتاب هو اللي كيجي لعندكم ماشي نتوما اللي كتقلبوا عليه، نتوما كتكونوا كتقولوا اين كتاب جايني في هذه المرحله. مرحبا بزهيره من اكادير، المهم شوفوا ما عرفت انا فين شفتوا هذه القضيه ديال مريم خرجت لكم مريضه. انا الصباح جاوني ميساجات بزاف تنقول شنو هادشي اللي وقع، انها مريضه الحمد لله اللهم لك الحمد، والاسره ديالها كلها لا القريبه ولا البعيده كلها لحد الان الحمد لله اللهم لك الحمد، وتكون جار الرسول تكون جار هذا المرض ولا اي مرض اخر. وانا ماشي اول مرضه كنمرض، يعني فيت مرضت بالامراض وعارفه بان اي حاجه رساله، ويكون غير الخير وناخذ الفيتامينات ديالنا وناخذ داكشي كما كنصحكم في التليجرام، راه يوميا انا معكم في التليجرام كنصحكم. حبيبتي الله يتقبل الصيام ديالك. هاد القضيه ديال واش القمر كيأثر علينا درتها في الاوديو في تيليجرام.
حبيبتي لا، الا بغينا التجميل نديرو، علاش ما عندنا؟ انا ماشي ضد التجميل، انا ضد الاكس في التجميل، يعني اللي كنشوهو خلقة الله. اما الا كان شي حاجه اللي تزيد تقادنا وتعاوننا في اننا نبقاو زوينين ونبقاو مرتاحين، علاش لا؟ ماشي مشكل، انا ماشي ضد التجميل ابدا، غير انا كنخاف منه الصراحه، داك العمليات وداك التقبي وداز الرسي وداك الشيء، ما عنديش مع، انا ما عنديش مع داك الشيء، ما عنديش مع داك التقب والرس ودكدك وداك الشيء، نخليو الخلقه ديال ربي زوينه غير نقادو فيها، الا كاينه شي حاجه تقاد. طبقي التسامح كاين في فيديو، كاين في اودويات ديال التليجرام. مرحبا الناس ديال بروكسل، ها الناس ديال ليج، الناس ديال بلجيكا، الناس ديال بروكسل، الناس ديال هولندا. مرحبا مرحبا مرحبا، ما شاء الله عليكم. طنطان في اقصى المغرب، ما شاء الله عليك. حبيبتي انيسه، انا فرحانه بكم، نتوما كتشوفوني انا ما كنشوفكمش. خليكم معنا في التليجرام، اللي مازال ما مشاش للتليجرام يدخل التليجرام. حبيبتي فاطمه، والله حبيبتي انعكاس لكم، اللي كيشوفني زوينه راه حيت القلب ديالو زوين، ماشي كلش كيشوفني زوينه طونسيون، كاين اللي قلبهم خايب بزاف. ان شاء الله تكونوا في هاد الفتره ديال الكوفين مخديتوا واحد الوقت زعما باش ترتاحوا، باش تاملوا، باش ديروا بعض انواع ديال التنظيفات، باش تجمعوا مع عائلاتكم، باش تناقشوا، باش تهضروا، باش تحبوا الناس اللي حداكم. يعني خذوا الوقت، خذوا الوقت بالعكس، والله العظيم الا، والله العظيم الا شادي نقول لكم، نعمه 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 هاد الحجر الصحي، لان خلينا نعرفوا بحق النعم ديال ربي. وشحال من واحد كانت تتبان له حياته خايبه وما زويناش وممله والناس اللي حداه مملين، حتى ولينا عارفين بحق الناس اللي حدانا، ولينا عارفين بالعيشه اللي حدانا، ولينا عارفين بالماكله اللي كناكلوها فريمون. ونزيد نقولها لكم كما قلتها لكم في التليجرام، الحمد لله اليوم واخا حنا راه محبوسين وحريتنا محبوسه ديال الجسم المادي، ولكن الحريه الروح ديالنا راه باقا الروح كتمشي وتجي وكتمشي وكترجع وكتنعسو وكتطلع وكتهبط. يعني عندنا التقيد اللي تقيدنا به هو الجسم المادي ديالنا اللي ما فيهش حريه، مي راه الحريه المطلقه هي التاملات ديالكم، هي الصلوات ديالكم، الدعاء ديالكم، هذا هو الحريه المطلقه اللي باقينا كديروها. تحبسنا في الديور، ولكن احنا ما عندناش القنابل كيطيحوا علينا، ما احنا هربانين من ديورنا، ما احنا عريانين، ما احنا ما واكلينش، ما احنا الماء ما عندناش، كلشي عندنا. كتحلوا الروبوني كتلقاوه، كتشعلوا الضو كتلقاوه، كتشعلوا الانترنت حاليا باقي كتلقاوه، وليداتكم حداكم، رجالكم حداكم، اللي مجوج واللي ما مجوجش، ولا مو حداه. اش غنقول لكم، حطوا راسكم بلاصه الناس اللي في الحروب، الناس اللي في المجاعه. كاينين شي مناطق في افريقيا عايشين في واحد المجاعه، حتى الماء ما كاينش. دونك حنا عندنا كلشي، حنا عندنا كلشي، واخا حنا في حجر صحي محبوسين، ولكن عندنا كلشي، كلشي موجود. دونك الحمد لله على فين راكم، اش كديروا، فين راكم كاينين. معنا ولادنا، معنا زواجنا، السقف ما كيسيل بالماء، ماشي قنبله طاحت الله يحفظ وتقتلوا الناس حدانا، الحمد لله. راه كاينين دول عانات بحال سوريا، بحال فلسطين، بحال دول اخرى في افريقيا، دول اخرى في امريكا اللي عانوا من حروب، عانوا من بزاف ديال الحوايج. حنا راه لحد الان مازال ما عندناش، مازال ما عندناش هادشي، والحمد لله على شنو عندنا دابا. دونك شكروا، شكروا الله العزيز الحكيم، شكروا الرزاق، شكروا ذو الجلال والاكرام باذن الرحمن يا رب العالمين. وي رمضان باقي شي شويه، باقي حتى 24 ان شاء الله، وقريبة تكون واحد الفيديو زوين على رمضان، غادي تلقاوها في الموقع ان شاء الله، غادي تنفعكم مزيان، فيها معلومات لاول مره كتسمعوها ولاول مره كتقولها مريم. ما غنقدرش نحطها في اليوتيوب، غنحطها غير في الموقع ان شاء الله، غادي تسمعوها مزيان. اللي ما عارفش يدخل على التليجرام حاولوا تقولوا لوليداتكم، حيت وليداتنا مجهدين بزاف في التليجرام. هذا الكتاب ديالي خرج، وغادي يكون غيكون غير في اونلاين بحال اي بوك، غيكون كبير، هو فيه 100 صفحه، غيكون على الموقع حتى يتسالي ان شاء الله هذا الحجر الصحي، ومن بعد غيتطبع. اما هو راه مسالي مطبوع، هو موجود مصحح بالعربي وبالفرنسيه، وكل شيء كامل فيه، غادي يخرج لكم بالعربي والفرنسيه اونلاين،
ولكن الطبعه اللي بغاه بالبابي يعني بالوراق تيس ان شاء الله يسالي هاد الكوفين مو هذا. الوغ اللي ما قدرش يتلاقى مع الاطفال الداخلي ديالو حيت كاينين الناس اللي فيكم شراو المحاضرات بحال اللي شي واحد تقلقتي منه بزاف وملي كترجعي له ما كيرجعلكش دغيا تيقول لك واش فيش ما درتي فيا بحال اللي منفخ عليك. دوك الاطفال الداخلي ديالكم بحال اللي راه مقلقين منكم ومنفخين عليكم وحيت نتوما نسيتوهم مده طويله. دونك الله يرضي عليكم صبروا وعاودوا داك التامل عاودوه لا كونفيرونس عاودوا المحاضره وعاودوها. كاينين الناس من الاول ما بقى والو نوبه ثانيه ما بقى والو. دوك التامل اللي كاين في الوسط لا كونفيرونس عاودوه مده طويله ان شاء الله ونويو حيت واحد القضيه بعد نوبه نتوما ما كتكونوش مستعدين تلاقاو مع الاطفال الداخلي ديالكم. واخا كيبان لكم بغيتوا تلاقاو معاهم غير باش تنظفوهم ولكن ما بغيتوش داك البغيين ديال بصح باش تسمعوهم وباش تشوفوا المعاناه ديالهم. دوك سيروا غير بدقه مع الاطفال ديالكم. اي حاجه على الاكل في رمضان طاقه رمضان المراه ورمضان هادشي كله ان شاء الله غادي تلقاوه في واحد الفيديو كبير على الموقع ان شاء الله من هنا قبل من رمضان وتوكا قبل من رمضان ان شاء الله كنوعدكم قبل من رمضان. اوكي دوك انا بخير وعائلتي بخير والحمد لله واني في طاقه عاليه واني في حب الرحمن. دونك ما تخافوش عليا وشكرا للاسئله ديالكم وشكرا انكم سولتوا فيا. ما عرفتش منين هذه الاشاعه كاينه وكي قلت لكم انا واخا نكون مريضه غنخرج غنقولها لكم وغنقول لكم راه جاني وغنقول لكم باش دزت وغنقول لكم غنكتب لكم وغنقولها لكم حيت انا ليكم انا ديالكم مادام انا ديالكم اي حاجه كندوز بها غادي نهضر معكم فيها. دونك ما كنخافش الا جاني المرض لان داز عليا مزيان وخفت منه كثير وجاوني رسائل فيه كثيره. انا اليوم ما خايفاش من المرض نهائيا انا في حب مع هاد الرساله هذه اللي كاينه فوق الارض جات تغربل الناس جات تغربل الكون كما قلت لكم في اللايف اللي فات رساله زوينه وغادي تعرفوا بحقها مزيان ابيبخي من هنا 8 شهور. دوك من هنا 8 شهور بالضبط غادي تعرفوا شنو راه واقع حاليا باش تخرجوا منه وتعلاو. ملي تعلاو غادي تعرفوا شنو راه واقع الكون غادي يتقاد مزيان وغيتغربل منه شي ناس كانوا طاغين بزاف فوق الارض وكانوا مخليينش العدل فوق الارض. دوك هادشي كله كيتغربل والارض كتقاد وطاقه الارض كتعلى بزاف 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 بزاف. دوك خليكم في التسامح خليكم في عباده الشكر كثير خليكم في قلبي يصفام شي حد بركه ما تخمو في الناس وتقولوا علاش باقي داير فيا مالو داير فيا وانا نسول فيه وانا ندير فيه شي تعجريف. هذا الايغو حيدوه ما عندناش. حسبوا راسكم بحالي قريبين تموتوا وخاصكم تسمحوا مع كل شيء قريبين تمشيو تلاقاو مع ربي وقلبكم مصفي. دوك صفيو القلوب ديالكم صفيو الادمغه ديالكم من هذا دار فيا وهذا في التلان وهذا مالو ما دارش فيا وهذا شتي علاش وفا دار فيا وهذا شو جرحني وهذا ما عرفت شنو دار ليا. صفيو قلوبكم باش تقدروا تمشيو مع هذا الطاقه ديال الارض فين غادا دينا. اللي بقى في الحكم والعتاب والنميمه والكره والبغض راه ما غاديش يمشي مع الطاقه ديال الارض وغتغربلوا مع الطاقه ديال الارض براسكم. الارض ما بقاتش باغا فوق منها اللي يكره واللي يبغض واللي يظلم واللي يحكر ما بقاتش باغا الارض هذا الشيء كامل. غنحفظو حبيبتي غنحفظو اوكي مهم تهلاو لي فراسكم قريبا غتشوفوني ان شاء الله غتشوفوني حيت كنت فريمون كنوجد بزاف ديال الحوايج. حبيبتي نبيله شكرا لي ميساج ديالك. نبيله من الجزائر ما كتخليش لي ميساج الفريق كله تيقولوا لي سليمه ونبيله من الجزائر هادو جوج تيكتبوا لينا يوميا وانا كنشكركم وكنشكر شعب الجزائر وحب الجزائر ويا ربي يا ربي كنطلب من الرحمن انه يكتب ويدير لينا الطريق ويحيد لي الحجب اللي عندي انا باش نقدر نوصل عندكم. اوكي يلا تهلاو فراسكم بزاف وعن قريب وانا معكم في التليجرام. وكنص حاجه وحده عاودوا الاوديوات ديال التليجرام كاين شي 700 اوديو عاودوا اليوتيوب كله خليكم غير مركزين في حاجه وحده وما تركزوش بزاف د الحوايج ما تبقاوش دوزوا من حاجه لحاجه لحاجه اولا من معلومه لمعلومه اولا من ملف لملف الا بقيتوا تتنقزوا بزاف راه ما غتشدوا حتى شي حاجه. قبطوا التمارين اولا التدريبات بقاو تدربوا عليهم ديروا التاملات بلا موسيقى بلا حتى شي حاجه غير غمضوا عينيكم وتواصلوا مع الاطفال الداخلي ديالكم تواصلوا مع الرحمن تواصلوا مع هذيك لابارتي فيكم اللي كرها شي حد اولا محامله شي حد اولا مدبزه مع شي حد. خليكم في التاملات خليكم في التواصل والصله والصلاه حقيقيه مع الرحمن ومع الكون يا ربي امين. يلا تهلاو ليا فراسكم بزاف.